نختم بيها كده، ايه رأيك؟ نسمع سمعنا ايه؟ نسمع رمضان جانا. يلا بينا. رمضان جانا وفرحنا بو بعد غيابه، وبقاله زمان خنوا قولوا شهر بطوله، غنوا قولوا أهلا رمضان رمضان جانا، أهلا رمضان قولوا معانا، أهلا رمضان جانا. يا مسحراتي دوق إلنا تحت الشباك، يا مسحراتي دوق إلنا تحت الشباك، سمعنا وافضل غني لنا للفجر معاك، سمعنا وافضل غني لنا للفجر معاك، واعمل لنا دي الليلة تلات الليلة حلوة جميلة، أهلا رمضان جانا قولوا معانا، أهلا رمضان جانا. الله، يعني خير ختام يا محمود، نورتني وشرفتني، وبتمنى لك كل التوفيق. كل سنة وانت طيب يا رب، حضرتك طيبة، وكل سنة وحضراتكم طيبين. رمضان كريم على حضراتكم النهاردة إن شاء الله، أول 3 تراويح في الشهر الفضيل إن شاء الله بكرة، وطول رمضان مكملين مع حضراتكم برنامج 8 الصبح، هنكون معاكم كل يوم ان شاء الله خلال شهر رمضان. بعد قليل هيكون السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بيفتتح عدد من المشروعات القومية في الإسماعيلية و